نعم المها، نوافيكم من هنا من قاعة عصر النهضة بالمتحف الوطني، حيث يظهر أول كرسي للجلوس لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، بجانب الرسالة التي وجهها جلالته إلى الأسرة المالكة عبر مجلس الدفاع ليتم اختيار سلطان للبلاد. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا في هذه اللحظات جمال بن حسن الموسوي، المدير العام للمتحف الوطني. جمال، يعني تلقيتم أوامر جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه حول وضع الرسالة، ما هي دلالات هذا الأمر؟ هذه الرسالة هي وثيقة ذات أبعاد ودلالات تاريخية، وهي تحمل من المعاني والعبر الشيء الكثير، وتؤسس لمرحلة جديدة من عمر النهضة المباركة. هذه الوثيقة التاريخية تفتح فصل جديد في هذه النهضة المباركة، فتشرف المتحف بالتوجيهات السامية من لدن جلالته حفظه الله ورعاه بعرض النسخة الطبق الأصل رقم 2 من أصل 5 في المتحف الوطني، لتكون متاحة لعموم الزوار من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف السلطنة للوقوف على ما تحمله من معاني ودلالات. هذه هي الرسالة رقم 1 للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والتي أشار فيها بأن يكون الحكم في كما جاء نصا في الرسالة السيد هيثم ابن طارق، هكذا جاء النص، بخط يد جلالته رحمة الله عليه سلطانا لعمان. لو تحدثنا عن أبرز المقتنيات أيضا التي جلبت من قصر العلم العامر وجلبت هنا في المتحف. من المقتنيات التي تشرف المتحف الوطني بها كإهداءات من لدن المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، هي الكرة الأرضية التي أهديت لجلالته من الراحل فرانسوا ميتيران رئيس الجمهورية الفرنسية. هناك أيضا قطع تشرف بها المتحف من مقام جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، ومنها العمامة السعيدية وبعض اللقى من بيت العلم القديم الآن قصر العلم.